مساكم الله بالخير مشاهدينا، ونرحب بكم في هذه الفقرة من مركز التجارة واحد التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يضم مبادرة تجارة 101 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ابقوا معنا لنستعرض هذه المبادرة والمشاريع المتواجدة في هذا المركز. مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم، وتنضم إلي الآن الأستاذة منى عمران مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجارة 101 لنتحدث معها عن تجارة 101. السلام عليكم. السلام. بداية لو تحدثينا عن مبادرة تجارة 101 وكيف جاء اختيار هذا الاسم؟ مركز تجارة 101 هي إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تهدف إلى تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وايد ناس سألونا ليش نحن اخترنا تجارة 101؟ تجارة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة اللي هي التجارة أساساً اللي تطلع من الغرفة. 101 هي الكود الخاص بأي واحد بيبتدي مشروعه، دراسة، عسب شيء يكون البداية 101. هي أتذكر أيام الجامعة كنا نستخدم نفس الشيء 101 لما ندخل المادة، أول شيء اللي هي مدخل المادة. صح، مدخل للتجارة. بالضبط. ما هي أهداف هذه المبادرة وما الفئة التي استهدفتموها؟ طبعاً نحن أول شيء هدفنا هي توفير البيئة المحفزة. مثل ما تشوفون المكان، وفرنا المكان بكامل التقنيات والأجهزة والمكاتب للمشاريع لرواد الأعمال. طبعاً هم محتاجين للفاسيليتي، كله موجود متوفر في المركز، ونحن نهدف إلى تطوير وتنمية هالمشاريع، توفير البيئة المحفزة، رفع الكفاءة الإنتاجية، يكون هناك في بيئة فيها تنافسية. ترى هني مو بس المشاريع الصغيرة المتوسطة، لا، في مشاريع ثانية عشان يكون في منافسة للمشاريع الثانية، عشان يكون في السوق نفسه أساس يكون بعد في إبداع. لما يكون في منافسة يكون في إبداع، في ابتكار أكثر. فهذا هو. فمثلاً الحين أنت عندك مشروع تنظيم معارض مؤتمرات، فأنت احتياجاتك موجودة داخل، فكل واحد كل شركة تكمل الثانية، فهم محتاجين أن يأخذون الموردين من برا أو العملاء من برا، هم كامل مكملين في المركز نفسه، ونحن كغرفة تجارة أول يعني عميل للمنتسبين للمركز. ذكرتي بعض من الخدمات التي تقدمونها للمنتسبين، هل هناك خدمات أخرى يتم تقديمها؟ نقدم الاستشارات التسويقية الإدارية والقانونية، سواء عن طريق مكتب الشؤون القانونية موجود في غرفة التجارة أو مركز تحكيم التابع لغرفة نفسها، ونقدم البرامج التدريبية سواء عن طريق بعد مركز التدريب أو البرنامج الوطني، لأن نحن بيننا وبينهم شراكة اللي تابع لوزارة الاقتصاد. البرامج التدريبية توقع بتكون مفيدة حق اللي حابين يدخلون هذا المجال بس ما عندهم خلفية عن إدارة المشاريع الصغيرة، سواء كان في التسويق، في التحكم في المصروفات، في الدراسات، حتى في دراسة الجدوى. فنحن نحاول حتى نسوي من فترة لفترة نسوي لهم، نقول لهم شو احتياجاتكم، نشوفهم هل هو يعني نشوف شو احتياجاتهم بالضبط، ونحن نقدم لهم إياها. بعد في نفس الوقت نحن نقدم، هم يشاركون إيانا في المعارض المؤتمرات، سواء كان على مستوى إمارات الشارقة أو الإمارات أو حتى خارج الدولة. في نفس الوقت نحن كغرفة تجارة نستقبل الوفود الخارجية، فيكون هناك في لقاءات عمل مشروع تجاري خارجي بمشروع محلي موجود، فهاي يكون فرصة حقهم إنهم يطلعون على يعني التجارب الخارجية. ممكن بعد يعني ياخذون خبرات من التجارب الخارجية طبعاً. مع اختلاف السوق طبعاً. السوق المحلي يختلف تماما عن السوق العالمي، مثل يعني تكون لهم نفتح لهم يعني تكون على يطلعون على الأسواق الخارجية. لو مثلا انا او اي شخص اخر عنده فكرة مشروع حاب يسجل عندكم، ما هي آلية التسجيل؟ اما عبر بريد تجارة 101 او الموقع الخاص بغرفة التجارة، بس يدخلون وعلى طول في الاستفسارات، وممكن حتى يتصلون فينا دايركت. ما عندكم شروط معينة لازم المشترك يوفيها او تطلبون من دفعة او اي شيء ثاني؟ بالعكس، نحن وايد عندنا تسهيلات لهالموضوع، ومسهلين عليهم حتى في الدفعات، وحتى يعني نحن كانت كمبادرة من غرفة أعفيناهم بسبب الجائحة الحين اللي استوت، أعفيناهم حتى نهاية السنة اللي انتسبوا لنا من قبل. يعني أنتوا بس تستقبلون بفكرته
فكرته حتى بدون راس المال. بدون راس المال يعني نشوف الفكرة هل هي تناسب سوق العمل، هل فيها روح الشباب، فنطلب من الأوراق الرسمية العادية ومقابلة. وطبعا الحين في مقابلة عبر البرامج الإلكترونية وإن شاء الله على طول نقبل إن شاء الله. ما شاء الله في الفترة الأخيرة مثل ما ذكرتي كان في إعفاءات من الرسوم للتسجيل، فهذا أكيد شجع أصحاب المشاريع أن يجون يسجلون عندكم، فما هي أكثر المشاريع التي استقطبتموها؟ طبعا نحن ضمن الخطة الأولية للمركز استهدفنا مشاريع تتطلب السوق المحلي حاليا، واللي فيها طبعا تكون مشاريع فيها تقنيات، مشاريع فيها أفكار إبداعية مثل المنصات الإلكترونية، التسويق، الجرافيك، الرسم، الفنون، الضيافة، عندنا التحليل الضريبي. الأستاذ منى عمران مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجارة 101، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم.